في إطار جهود السلطات المحلية بمحافظة أبين في إعادة تأهيل الشوارع والطرقات في المدن الرئيسية، بدأ صندوق النظافة تنفيذ مشروع غرس أشجار النخيل بمدينة زنجبار كخطوة أولى لخطة السلطات الخاصة بتحسين شكل المدينة الأكبر في المحافظة. عملية التأهيل هذه المرة رافقتها حملة نظافة واسعة شملت كافة أحياء المدينة قبل أن يتم تنفيذها بالتزامن مع عدد من المديريات الشرقية، وهي المديريات التي تم إدراجها من قبل سلطات المحافظة في مشروع التحسين بعد أيام قليلة من توزيع المعدات الجديدة الخاصة بصندوق النظافة. نبدأ اليوم تحسين توزيع 150 قالب حاوية للغمامة للمطاعم والمحلات التجارية، وهذا بفضل الله، ثم بتوقيات القائد المناضل اللواء أبو بكر حسين سالم الذي يولي اهتمام كبير بالنظافة وكل الأمور في المديرية وفي محافظة أبين. وصول معدات النظافة الجديدة وتوزيعها على المحلات في المناطق المستهدفة اعتبرها المسؤولون جهودا هادفة لتحسين المظهر الجمالي في المدن الرئيسية، وتأكيدا على ضرورة إبقائها خالية من المظاهر العشوائية المضرة بشكلها العام، غير أن الكثير من المواطنين رأوا في إلزام المستفيدين من تلك المعدات بدفع مبالغ مالية نظير حصولهم عليها تصرف غير قانوني، خصوصا وإنها جاءت كدعم للمحافظة الغارقة في دوامة الفوضى. لقناة سهيل الفضائية، عبير علي، محافظة أبين.